خير وثيقة باسم محمد منصور. الله يكتب أجرهم. أول شيء شكراً، شكراً من الأعماق. أنا ممتن وممنون لهذه الجمعية والمتبرع، والله يجزاكم خير، والله يجعلها إن شاء الله في موازين حسناتهم. ما لنا والله عذر، إحنا هنا في هذا البرنامج من أول والأساس، في إحنا نطلع مكملين هذا الوقف اللي بإذن الله، بإذن الله أنه بيكتمل في أقرب وقت. شكراً شكراً، والله يجزاكم خير، يرحم والديكم. طبعاً كانت هذه الوثائق، شكراً لكم. بإذن الله زي ما قلنا التحدي إن شاء الله، إحنا 32 ما راح نطلع من الحلقة هذه إلا واصلين 35. في تغريدة في الهاشتاج تقول أعطوا متسابقين كل واحد 1000 أحق من المقدمين. يا جماعة ترى فعل الخير